مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، أرحب بكم وبحضراتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط 18 للقعدان المحليات لفئات الانتاج والمنتجين على بركة الله. بدأ هذا التحدي وبدأ هذا الصراع مباشرة مع المركز الأول الحذر مع الصدارة عبد الواحد بالخزاعة بالعثاب الهركية العامري مقدما شعاره، المركز الثاني القادم في هذه اللحظات. أتابع وتتابعون انطلاقة مياس علي بن عبيد بن سعيد بن مراشد مقدما لشعاره، المركز الثالث القادم العابر سيف بن عبيد بالحلوس العامري مقدما لشعاره، المركز الرابع القادم شعارك يا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما لمثير، مثير مع المركز الرابع. المركز الخامس القادم بكل قوة، أتابع انطلاقة إرسال وسهيل بن سالم بالورع العامري، هو الحاضر هو المنطلق في هذه اللحظات. بينما المركز السادس أتابع القادم والمنطلق لابق محمد بن سيف بن ماجد المزروعي، المزروعي قادم بشعاره. بينما المركز السابع الحاضر والمنطلق الحذر علي بن أحمد بن مانع بن علي بن رحمة الشامسي يقدم لنا شعار. بينما المركز التاسع القادم بكل قوة أتابع مشكور سالم بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، هو الحاضر. والمركز الثامن القادم بكل قوة دبلوماسي سيف بن عبيد بن غنام المزروعي، هو الحاضر. بينما المركز التاسع شعارك يا بن خموش يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. نهاب هو القادم، مظفر بن محمد بن خموشة العامري يقدم لشعاره. بينما المركز العاشر القادم بكل قوة وتابع انطلاقة وتقدم الطيار عزان بن سلوم بن مسلم الجنيبي. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء للعشرة العمالقة، ولكن العودة للصدارة، العودة للدبلوماسي سيف بن عبيد بن غنام المزروعي يقدم لنا شعاره، أحد الشعارات الكبيرة، أحد الشعارات المميزة، لها صولات وجولات في عالم سباقات الهجن. الله على المزروعي وشعاره، يقدم الدبلوماسي سيف بن عبيد بن غنام المزروعي ينطلق بالصدارة، ولكن بن خموشة قادم بكل قوة. وصلكم نهاب، وصلكم نهاب في هذه اللحظات. مظفر بن محمد بن خموشة العامري شعار الانجازات، شعار البطولة والانجازات الكبيرة، يقدم لنا نهاب. 1200 1200 يا المزروعي يا بن خموشة يا المجازف، الفوز وين؟ الفوز وين؟ ولكن نهاب مع الصدارة. الكيلومتر الاخير
الكيلومتر الخطير الكبير يا بن خموشه بدا يغادر بنهاب وانجازاته بنهاب وبطولاته. الشعار العيناوي لا يرضى الا بالناموس لا يرضى الا بالفوز. القادم مع المركز الثاني سراب بطي بن سعيد بن سلمه المنصوري هو الحاضر والمجازف قادم، ولكن نهاب نهاب يا بن خموشه نهاب مع الصداره. اتحرك نهاب طار الشعار العيناوي، ولكن بن سلمه في هذه اللحظات يقدم لنا سراب، ولكن مظفر مظفر بن خموشه العامري رافض ان يسلم الصداره، ولكن القادم خطير. سراب هو القادم بطي بن سعيد المنصوري. يلا على هذا التحدي ما بين بن خموشه ما بين المنصوري، ولكن المنصوري المنصوري مع سراب. سلام يا عاصمة الميادين، سلام يا الوثبة، سلام بن سلمة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني نهاب مظفر بن محمد بن خموشة العامري، والمركز الثالث مشاكل مبارك بن راشد بن محمد بن منينة الشامسي مع المركز الثالث، والمركز الرابع المركز الرابع مثير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الخامس مشكور سالم بن عبيد بن علي بن يزرب العامري. تهانينا والناموس لمالك هذا البطل، من استطاع ان يخطف هذا الناموس. 7 دقائق 27 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك سراب بطي بن سعيد بن سلمة المنصوري على هذا الفوز. المركز الثاني وسلام يلوث بسلام. المركز الثاني كان نهاب بشعار مظفر بن خموشة العامري، وتوقيته الزمني ولحظة وصوله 7 دقائق 28 ثانية، جزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس، شكرا مظفر بن سعيد على هذا التقديم الممتاز لنهاب. مركز الثالث كان مشاكل مبارك بن راشد بن محمد بن منينة الشامسي، توقيته الزمني 7 دقائق 29 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس للجميع.